مثل لإصلاح المجتمع. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عددوا، عدد الصحابة كما قال الإمام أبو زرعة الرازي 114 ألف صحابي. هل تعلم أنه لا يوجد صحابي واحد اكتفى بزوجة واحدة؟ من الصحابة من تزوج باثنتين، ومن الصحابة من تزوج بثلاث، ومن الصحابة من تزوج بأربع، وأنا لا أعلم بيتا في بيوت الصحابة كان فيه امرأة واحدة. زيادة على ذلك، الصحابة كان عندهم الجواري، وكذلك كان عندهم زواج المتعة، وزواج المتعة في بداية الإسلام كان جائزا، ثم بعد ذلك صار حراما. ثلاثة أشياء كانت متاحة بالنسبة للصحابة: تعدد الزوجات، والجواري، وزواج المتعة. وجاء في التوراة في كتاب بني إسرائيل أن داود عليه السلام تزوج بألف امرأة، وجاء في صحيح البخاري أن سليمان عليه السلام تزوج بمئة امرأة، والحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة تزوج أكثر من 70 امرأة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول للناس: لا تزوجوا الحسن فإنه مزواج مطلاق. قالوا: والله لنزوجنه، نريد شرفكم أهل البيت. وفي دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح تزوج أكثر من 60 امرأة. أنا لا أدعوك إلى الزواج من 60 امرأة أو 70 امرأة، بل أنا أدعوك إلى الزواج من زوجة ثانية فقط. يعني أنت في هذا الزمان حياتك كلها تكتفي بزوجة واحدة، أنت مظلوم. زوجتك من طول العشرة أصبحت تنظر إليها وكأنها أختك. الزوجة الزكية العبقرية هي التي تسعى لإسعاد زوجها، لماذا تحرميه من الحلال؟ يقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أنه يوجد في مصر 13 مليون عانس فوق سن 30 محرومات من نعمة الزواج. البيوت مملوءة بالبنات، ولذلك بعض الآباء والأمهات لا ينامون الليل من شدة الحزن على بناتهم اللاتي تجاوزن سن 30. فيا أيها المتزوج بزوجة واحدة، أدخل الفرحة والسعادة على هذه البيوت الحزينة. بالله عليكم، هل من العدل أن تتمتع بعض النساء مع الأزواج وتبقى الأغلبية محرومات من الرجال؟ أنا أريد من كل امرأة متزوجة أن تتخيل نفسها مكان المرأة المحرومة، لتعرف مدى المعاناة التي تعانيها تلك المرأة المحرومة. النساء العوانس كان الله في عونهن، الفتن تلاحقهم من كل مكان. عفوهم بالحلال، احفظوا المجتمع من الرذيلة. والله العظيم المفروض أي رجل متزوج بزوجتين نضرب له تعظيم سلام، وله منا كامل الاحترام. والمتزوج بزوجة واحدة كان الله في عونه. يعني هناك من الأزواج من يقدم الهدايا والقرابين لزوجته حتى ترضى عنه بالليل، وهناك بعض الأزواج من يدخل مع زوجته في مشاجرات وخلافات حتى يقضي حاجته في الحلال الطاهر. يريد أن يلبي نداء الجسد، وهي ترفض بحجة أنها متعبة طوال اليوم من الأولاد ومن الوقوف في المطبخ. وهناك من الأزواج من الرجال من يلجأ إلى مشاهدة الأفلام الإباحية، متزوج ويشاهد الأفلام الإباحية، متزوج ويشاهد مقاطع الرقص. غزت الإباحية مخادعكم معشر المسلمين. بالله عليكم، هل هذا كلام؟ يا حبيبي، إذا كنت تميل إلى النساء وعندك القدرة وكنت صاحب شخصية قوية وتملك المال والسكن، فتزوج ولا تعرض نفسك لغضب الله عليك. والله العظيم يا إخوة، امرأة واحدة لا تكفي ولو كانت جميلة الجميلات. لكن حتى أكون منصفا في كلامي، الزواج الثاني له شروط، وأسأل الله عز وجل ألا تخونني ذاكرتي في ذكر هذه الشروط. الشرط الأول أن تكون صاحب شخصية قوية. الشرط الثاني
أن تكون عندك قدرة مالية تعينك على إدارة بيتين.